نحن نريد أن نصل إلى هذا، نحن لا نكفر ولا نبيح الأعراض ولا الدماء ولا الأموال، نحترم الآخرين، نحترم آراء الآخرين، نحترم أفكار الآخرين من التيمية وغير التيمية. هذا هو نقاش علمي، نحن نناقش النقاش العلمي، ليس عندنا مشكلة مع شخص. لذلك نصحنا الحكام، نصحنا علماء التيمية، علماء السلفية أن ينقذوا أنفسهم وينقذوا مذهبهم وينقذوا السلفية. نتمنى أن يكون المذهب السلفي كباقي المذاهب، ينفتح إلى الآخرين وينفتح عليه الآخرون ويحترم بعضنا رأي الآخر وشخص الآخر، وكلنا نشترك بعنوان عام، عنوان أهل القبلة، عنوان الإسلام بعنوانه العام، بأي عنوان تشاءون، لا مشاحة في الاصطلاح وفي التسمية.